من أكبر مشكلات الذنب أن يموت المرء وهو يذنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه. تصور بقى واحد كان على مسرح مغني وماسك العود ها وعمال يعزف بقى وغني مات، طب ساكت في مكانه وهو بيلعب كورة مات، وهو بيمثل أي مشهد تمثيلي ولا بتاع كلام مات، وهو بيشرب خمر مات. عجيب أمر دنيانا عجيب. من مات على شيء بعث عليه. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أنه أن يقيض له عملا صالحا بين يدي أجله. يكون مثلا بيصلي يموت وهو ساجد مثلا، يرجى له. اعتبر أيها المغرور بالعمر المدين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة التي ذكرها الطحاوي وغيره في العقيدة الطحاوية، ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار. فالعالم الذي لا يبتغي وجه الله عز وجل بالعلم وعمال يهنبك كده وبتاع وعمال يرضي ده وعمال يرضي ده والكلام ده على حساب الدين والكلام ده، الله المستعان. تؤمل أنك يوما تتوب، يعني يفيق ويستيقظ ويعلم أنه لن ينفعه أحد. المساءلة يوم القيامة مساءلة فردية، وأنا أقول لكل رجل مشتغل وأنصح نفسي قبلهم قل الحق قل الحق قل الحق وإن كان مرا. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. إن عجزت أن تقول الحق فاسكت ولا تحرك، لأن في بعض الناس بيخاف، يعني إذا جهر بالحق أن يمنع من الكلام. يقول لك أنا لو اتكلمت سأمنع من الكلام. اسكت خلاص، مش عارف تقول الحق اسكت، عملت اللي عليك. مسلم أن اتجهت، ادخل اشتغل أي حاجة بقى، ربي نفسك ربي عيالك، مسلم تعبد لربك، لكن لا تحرف أبدا، لا تحرف الحق. قل الحق وقله بحكمة برضو، مش عارف برضو في ناس ساعات يقول لك أقول الحق وتاخذ المدب كده، لا لا، الحق له قانون. ممكن الإنسان قد يسكت عن شيء من الحق ويكون هذا من تمام الحكمة، لكن لا يحرف الحق. هناك فرق. أنا إن تكلمت الآن في هذه الجزئية سيحدث فساد كبير. سياسة العلم تقول اسكت إلا إذا كان السكوت لا يسعك، حينئذ تكلم بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمون. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا.